يا ربي بعدي آلمني، ما عدت أطيق الهجران. قد جئت بقلب مضطرب يرجو من عفوك غفرانا. كم جئت بذنب كبلني وملأت ضياعا. كيف نسمر هذه الصفة الجميلة في زمن طغت المادة على القلوب وقست القلوب، ونعى الله علينا ذلك في كتابه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، طال علينا الأمد، طالت علينا الشهوات والأماني، وأحببنا الدنيا والركون إليها فقست قلوبنا. كيف نحرك هذه القلوب؟ إن السيدة عائشة رضي الله عنها وصفت الدواء، وكانت تشتكي إليها مجموعة من النساء قساوة القلب، فكانت ترشدهن رضي الله عنها إلى كثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الموت، فإن قراءة القرآن يحرك القلب. وهذه الآيات قرأها سلفنا فمرضوا شهرا وبكوا من خشية الله وقاموا وقعدوا. فلماذا لا نتعامل مع القرآن ولو بشيء يسير مما تعاملوا به؟ أن نقف عند آيات الوعد والوعيد، فأن نرجو الله عند الوعد وأن نخاف عند الوعيد، كما كان أصحاب أبي حمزة الشاري رحمه الله عندما وصفهم: منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن الكريم، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه. ومع ذلك هم مستقلون ذلك في جنب الله. هكذا يحرك القلوب بالقرآن. العلاج الثاني: ذكر الموت، زيارة القبور، زيارة الموتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا يمنع أن يزور الإنسان القبر رجلا كان أو امرأة، بشرط أن لا يدعو بدعوى الجاهلية، وأن لا يشق جيبا، وأن لا يعني وأن لا يدعو بالويل والثبور. والمرأة كذلك إذا كانت تملك نفسها وتملك قواها وتستطيع أن تستمسك في عواطفها فلا مانع أن تزور المقبرة مع محرم من محارمها، لكي تحرك أيضاً ما غرر من الدموع في قلبها. قد جئت بقلب مضطرب يرجو من عفوك.